السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي، واليوم المقارنة من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. زي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم المقارنة بين سيارتين من اليابان بنفس الفئة بنفس الحجم بنفس المواصفات تقريبا. تويوتا كامري 2019 فئة LE اللي تعتبر ستاندر، نيسان ألتيما فئة ستاندر، سيارتين موديلات 2019. نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. التويوتا كامري ظهرت بالشكل هذا لموديل 2018 والنيسان ألتيما لموديل 2019. نتكلم عن المحركات طبعا. أول شيء التويوتا كامري 2.5 4 سلندر 202 حصان تقريبا، والنيسان ألتيما 2.5 4 سلندر 188 حصان تقريبا. الجير على التويوتا كامري 8 سرعات أوتوماتيك، والنيسان ألتيما أوتوماتيك سي في تي. بالنسبة لأنظمة الدفع بالسيارتين فهم دفع أمامي. المواصفات الخارجية، وأول شيء نلاحظ التويوتا كامري فيها إنارة LED زي ما تشوفون، والنور العالي والواطي بالعدسة LED. ننتقل إلى الألتيما، نلاحظ أن النور العالي والواطي طبعا عدسة هيلوجين عادية، طبعا ما رح يوضح معنا في الإنارة بيخرب على التصوير، لكن هنا هيلوجين وللأسف ما في LED. الشبك هنا كروم، التويوتا كامري تلاحظون ما في أي كروم. ننتقل إلى الجوانب، نيسان ألتيما جنوط مقاس 16 إنش ألمنيوم، التويوتا كامري جنوط حديد مقاس 16 إنش عليها طيس. التويوتا كامري تمتلك إشارات بالمراية، النيسان ألتيما بدون إشارات بالمراية. مقابض الأبواب نفس لون السيارة على التويوتا كامري، بالألتيما مقابض كروم. وننتقل إلى الخلف، هذه نيسان ألتيما أربع حساسات خلفية جايب نفس الصدام. التويوتا كامري عدد 2 حساسات خلفية إضافة من الوكيل. بالنسبة لصرفية الوقود، النيسان ألتيما كلة البنزين تمشيك 17 كيلو فاصلة 6، تقييم السيارة ممتاز، نوع البنزين 91. التويوتا كامري كلة البنزين يمشيك 18 كيلو فاصلة 3، ما شاء الله التويوتا كامري أحسنها أفضل، جير أوتوماتيك 8 سرعات وعطتنا تقييم أفضل للسيارة، نوع البنزين 91. وعليكم السلام ورحمة الله. هذول السيارتين. الآن ننتقل للمواصفات الداخلية. طبعا التويوتا كامري مفتاح ريموت زي ما تشوفون، اغلاق فتح فتح الشنطة مع جهاز انذار. هذه السيارة من الداخل، مقعدها قماش بلون بيج، تصميمها الداخلي. هذه من الخلف عشان ما نرجع لها مرة ثانية. عندنا فتحات تكييف خلفية فقط، ما في تكاية بالوسط، ما في تكايات للروس. بشكل سريع نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. هذا الدركسون بشكل ثلاثي، تحكم بالنظام الصوتي هنا طبعا جاي بشكل مستقيم، تحكم بعداد الرحلات، عندنا مثبت السرعة هنا، طبعا شغل سويتش، بسم الله. هذا عداد الرحلات الموجود بالسيارة. الله أكبر. طبعا فيها دعاء ركوب. الله أكبر. فتحتين عفوا تراكشن، فتح الشنطة، فتحتين كل بنزين، درج صغير. سخر لنا هذا. نظام الصوتي. سي دي. منفذ يو اكس، منفذ يو اس بي طبعا إضافة من الوكيل. المكيف يدوي. الجير أوتوماتيك 8 سرعات توبترونيك. جنط كهربائي بخاصية الهولد، حامل أكواب عدد 2. عندنا هنا مساحة تخزين بسيطة، أنوار السقف LED الأمامية، الخلفية هيلوجين عادي. الشماسات فيها مراية مع إنارة، مراية داخلية عادية وليست تعتيم. عندنا فورميكا زي التخشيب زي ما تلاحظون هنا. المراتب قماش، وتلاحظ الخط البني اللي عليها. هذه ابرز المواصفات بالنسبه للامن والسلامه فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك للسائق والراكب، وعدد 5 حزيمات امان. ننتقل الى الألتيما، بسم الله. النيسان ألتيما طبعا مفتاح حقها ذكي، التشغيل فيه ذكي فقط لكن الدخول ليس ذكي. عندنا هنا نفتح الشنط، نفتح السياره. هذه السياره من الداخل،
هذه من الخلف، فيها تكاية بالوسط، فيها حامة أكواب، منفذ تايب سي، منفذ يو اس بي كلها موجودة. هنا تفوق على الكامري بالتكاية وبالتايب سي، تفوق على الكامري بالدخول الذكي. نتكلم عنها بشكل سريع. طبعا حتى فيها زر التشغيل الذكي هنا، شكلها جميل جدا. هذا هو دركسون السيارة بشكل ثلاثي ورياضي بحت، ما شاء الله تبارك الرحمن. الزجاج كهربائي، المرايا كهربائية. هذا هو الدركسون بالكامل. التحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية، البلوتوث، مثبت السرعة، ما شاء الله عدد الرحلات كبير. عندنا فيها شاشة معلومات، للأسف ما فيها كاميرا خلفية، لكن فيها شاشة معلومات، منفذ USB، منفذ EOX. عندنا مكيف يدوي، مراية داخلية عادية زي التعتيم، أنوار السقف. عندنا بيت النظارة، الشمسات للأسف ما فيهم، فيهم مراية بس ما فيهم إنارة. حامل أكواب عدد اثنين، هذه هي تكايتها. فيها سنتر لوك في باب الراكب، يجي شد مصنع، ما في شيء إضافة. السيارة هذه شد مصنع، يعني زي ما يصنعها تصنعها نيسان، الوكيل يبيعها زي ما هي. عموما عندنا زجاج كهربائي زي ما قلنا، عندنا تطعيمات الكاربو فيبر، أتمنى تكون واضحة. موجودة هنا، عفوا موجودة هنا، موجودة على الأبواب، والخط هذا برضو على الأبواب. مواصفات الأمن والسلامة، فيها فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للساق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. وش الأشياء تتفوق فيها الكامري، وش الأشياء تتفوق فيها الألتيمت؟ تكلم صراحة، أنا صراحة الأرقام الكامري أفضل، صرفية الوقود في الكامري أفضل، الأحسنة في الكامري أفضل، الجير أوتوماتيك 8 سرعات أنا أشوفه بالنسبة لي في الكامري أفضل. الكامري إنارة LED عالي واطي، فيها نور نهاري LED، فيها إشارات في المراية. لكن الألتيمة تتفوق أنها فيها جنوط 16 إنش بدون طيس، طبعا هي ما فيها طيس، وأربع حساسات خلفية شد مصنع، وشبكة يجي من الكروم. بالنسبة للداخلية صراحة أنا ميال للألتيمة أكثر كمواصفات داخلية، بحكم أن كل شيء شد مصنع، أن النظام الصوتي اللي فيها شد مصنع، الشاشة هذه أنا أشوفها صراحة، أنا أميل للألتيمة أكثر. حتى زر تشغيل البصمة بالأول الأخير، صحيح بمسألة ذوقية بالأول الأخير، لكن زي ما ذكرت أن الألتيمة برضه دخول تشغيلها ذكي، ما فيها مفتاح. تصميم الدركسون أجمل، الشاشة المعلومات، تصميم المنطقة هذه بالنسبة لي أنا أجمل، اليو اس بي الخلفي، التكايات الخلفية إلى آخره، فهي كلها لصالح النيسان ألتيمة. طبعا بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة هم واحد، ما بينهم أي فرق، من ينافسهم صراحة مفروض أدخل من بينهم الأكورد، لكن صراحة ما في مكان ندخل بينهم الأكورد. إن شاء الله والثاني إذا شفتوا أو اخترتوا سيارة معينة نقارنها بالأكورد. ينافسهم مازدا 6 لكن للأسف غير متوفرة عندي، هوندا أكورد متوفرة. ينافسهم ماليبو، ينافسهم سوناتا، ينافسهم أوبتيما، ينافسهم فورد فيوجن. هذول أبرز المنافسين للسيارات هذه. هذه السيارات بالفئة طبعا بين السيارات الأهم اللي أكثر، مثلا والله الناس تبحث عن سيارة سيدان متوسط الحجم، اقتصادية، حلوة، عملية، يسافر عليها، يروح ويجي، يداوم عليها، فهذه السيارات الخيار المناسب. يعني استخدامها تقدر تعتمد عليها في الخطوط، تبي تعتمد عليها جوا البلد، يعني كل شيء أوبر كريم إلى آخر. وهذه السيارات خيارات مناسبة، خاصة بصرفية الوقود، بالاقتصادية، بالعملانية، بالتكييف، بحجم الداخلي للسيارة، الوسع، أن اللي يركبها ما يحس نفسه في مكان ضيق، فهذه ميزها. طبعا طولت عليكم أخوان الكرام بالتغطية، أتمنى تكون عجبتكم، اعذروني المرة هذه ما في كلافة بالتصوير صراحة، حبينا نغطي لكم إياها بشكل سريع عشان ما يأخذ وقت، لأن بعض أحيان الفيديو نصوره يقعد معنا 6 ساعات 7 ساعات، خاصة انتم بتلاحظون تطوير القناة اشتغلنا، يعني اشتغلنا كثير اخر مرة، فما ندري هل يستاهل هذا الشيء، هل نستحق ان نتعب على الفيديوهات ولا لا، نبقى على هذا الموال. بالاول الاخير تعليقاتكم تهمني، ارائكم تهمني، لان بالاول الاخير انتم المصدر حقي، حق دعمي الى اخره، افكاري عن طريقكم. والسلام عليكم ورحمة الله.